وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلاً عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي، وذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التجارة والصناعة. في اجتماع آخر مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجه الرئيس السيسي بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة والسيارات المتنقلة. لتقديم الخدمات تسهيلا على المواطنين كما وجه بتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمه والتنميه المستدامه بالاضافه للتوسع في تطبيق جائزه التميز الحكومي لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير الماليه والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض جهود التعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية فضلا عن سرعة الانتهاء من استك... منظومة المعلومات المسبقة للافراج الجمركي، وذلك في اطار استراتيجية الدولة لدعم الانشطة الصناعية على المستوى الوطني والتغلب على ابرز العقبات التي تواجهها وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الاسواق التصديرية. وقد تم استعراض الحلول المقترحة للتصدي للتحديات التي تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة، فضلا عن جهود صياغة برامج توافقية بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة لتسهيل اجراءات عمليات الاستيراد والتصدير. خلال الفترة القادمة بما في ذلك تبسيط الاجراءات الجمركيه وكذا تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدوله في هذا الاطار خاصه في القطاعات السلعيه التي تتمتع مصر بميزه تنافسيه في انتاجها كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه. الاجتماع تناول متابعه الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه. وقد استعرضت الدكتوره هاله السعيد تطورات المؤشرات الاقتصاديه على مستوى العالم في ظل تاثرها بتداعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه، مؤكده ان مصر قد حققت خلال الربعين الاول والثاني من العام المالي الحالي اعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية الحالية والذي بلغ حوالي 9% وذلك مقارنة بمعدل النمو خلال نفس الفترة من العام المالي السابق والذي بلغ حوالي 1.3% من نتيجة جائحة فيروس كورونا حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا إجماليا بنهاية العام الحالي مقداره حوالي 6% وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة تم عرض جهود وزارة التخطيط في تحديث استراتيجية رؤية مصر 2030 والتي كانت قد أطلقت مطلع عام 2016 وذلك لتواكب التطورات والتغيرات التي تطرأ تباعا حيث تعتبر هذه الاستراتيجية الوطنية وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي إلى جانب ضمان تحقيق الاتساق بين أهدافها والأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكذلك دمج بعض القضايا الملحة مثل تغير والشمول المالي والقضيه السكانيه وندره المياه، واضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد كذلك استعراض جهود تطوير الخدمات الحكوميه باستخدام التحول الرقمي، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز منظومه مراكز الخدمات المتحركه والسيارات المتنقله لتقديم الخدمات تسهيلا على المواطنين، خاصه في قطاعات الاحوال المدنيه والمرور والشهر العقاري والتوثيق وخدمات التنميه الصناعيه، كذلك زياده منشات الخدمات الحكوميه النموذجيه بالمحافظات، كما اطلع السيد الرئيس على برامج التدريب وبناء القدرات التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمه والتنميه المستدامه موجها سيادته بتعزيز هذه البرامج لتشمل سائر محافظات الجمهوريه بهدف صقل الخبرات في التعامل مع التحديات المعاصره للعمل الحكومي ودعم الاداء المؤسسي كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق بالتوسع في تطبيق جائزه التميز الحكومي لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات لما لها من اثر تحفيزي مشجع للتميز وتطوير الاداء ونشر الثقافه. he left the car